بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم يا أولاد وبكل السادة أولياء الأمور من محبي ومتابعي ومشاهدي حلقات الإسكولة في كل مكان. معانا النهاردة بإذن الله حلقة مهمة وحلقة جميلة وبسيطة. حلقة مين؟ حلقة التمارين العامة على الوحدة الثانية من الكتاب المدرسي لرياضيات الصف السادس الابتدائي. حلقة جميلة وفيها مجموعة متنوعة ومتعددة من الأسئلة. فيها سؤال: إزاي نعرف نقول معادلة ولا لأ؟ وإيه السبب؟ سؤال تاني: هل هي معادلة ولا متباينة؟ ليه اخترنا ده وليه اخترنا ده؟ المعادلة بيبقى فيها علامة التساوي بين العبارتين الرياضيتين، المتباينة فيها علامة التباين بين العبارتين الرياضيتين وهي علامة أكبر من أو أصغر من. وكمان سؤال: إزاي نحل المعادلة أو المتباينة باستخدام مجموعة التعويض ونقدر من خلالها نوصل للإجابة الصحيحة؟ وكمان سؤال على حل المعادلة أو المتباينة بدون وجود مجموعة التعويض. وما تنساش كمان معانا تمثيل المعادلة أو المتباينة على خط الأعداد بعد ما نوجد قيمة المجهول أو الرمز في المعادلة أو المتباينة. يلا على طول يا أولاد، ما نضيعش وقت ونروح لأول أسئلتنا من حلقة التمارين العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولادي التمارين العامة للوحدة الثانية، ويلا على طول أول سؤال بيقول لي: حدد مين فيهم معادلة أم لا ولماذا؟ هل دي معادلة؟ لا، لأن مفيش علامة التساوي، يبقى نقول له في الإجابة دي لا تمثل معادلة. طب الراجل قال ولماذا؟ أقول له إيه؟ لعدم وجود علامة التساوي بين مين؟ بين العبارتين الرياضيتين، وأصلا مفيش عبارتين، ده هي عبارة واحدة. اللي بعده: 10 ناقص 12 بتساوي سالب 2، هل دي معادلة؟ أقول له فعلا دي بتمثل معادلة. طب ليه؟ أقول له بقى مش لعدم، لوجود مين؟ علامة التساوي. طب بين مين؟ بين العبارتين الرياضيتين. العلامة موجودة يبقى معادلة، علامة تساوي مش موجودة ليست معادلة. نمرة جيم، معادلة ولا مش معادلة؟ طبعا معادلة، جنب يمين وجنب شمال وبينهم علامة تساوي. طب ايه السبب لوجود علامة التساوي بين مين ومين؟ بين العبارتين الرياضيتين. يا رب يا ولدي يكون سؤال سهل. السؤال اللي بعده بيقول لي: حدد مين معادلة ام متباينة مع ذكر السبب. اول واحدة لاحظت ايه؟ لاحظت علامة مين اكبر من، اقول له خلاص عرفنا الاجابة، يبقى دي بتمثل ايه يا شطار؟ بتمثل متباينة. طب ايه السبب لوجود علامة التباين اكبر من او اصغر من؟ يبقى متباينة. نيجي النمرة ب، لاحظت ايه؟ لاحظت علامة يساوي، يبقى نقول له ايه على طول في الاجابة؟ نقول له معادلة. طب ايه السبب؟ السبب لوجود علامة التساوي بين مين؟ بين العبارتين الرياضيتين. نمرة جيم، لاحظت علامة اصغر من احدى علامات التباين، يبقى نقول له على طول دي بتمثل ايه؟ بتمثل متباينة. طبعا عايز السبب، نفس السبب لوجود علامة التباين بين العبارتين الرياضيتين. نيجي النمرة دال، شفنا علامة يساوي، يبقى الإجابة من غير تفكير معادلة لوجود علامة التساوي. ده السبب، تلاقي يساوي يبقى معادلة، تلاقي أكبر أو أصغر يبقى متباينة. الشريحة اللي بعدها، عمو بيقول لي حدد الدرجة بتاعت كل معادلة. أقول له نبص على السين، هل فوقها رقم؟ لا، بدل ما فوقهاش رقم يبقى كأن هنا واحد، بدل واحد يبقى معادلة منين؟ من الدرجة الأولى. يبقى نقول له على دي إيه يا شطار؟ معادلة من الدرجة الأولى. طب في كم مجهول؟ أقول له مفيش غير حرف واحد، يبقى الأغنية معادلة من الدرجة الأولى في مجهول واحد هو السين.
طب نيجي للي بعدها، حد لاحظ حاجة؟ السين فوق اتنين، اعلى اس ليها اتنين، وفي ساوي يعني معادلة، يبقى العنوان ايه يا شطار؟ معادلة من الدرجة التانية. ليه التانية؟ علشان اس اتنين تربيع او مربع، معادلة من الدرجة التانية في مجهول واحد، وبرضه هو السين لان الحرف المذكور سين. اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد مجموعة حل المعادلة دي واعطيني مجموعة تعويض. بدل مجموعة تعويض يبقى لازم نقول ايه؟ عندما، تعال نجهز خطواتنا، عندما س بصفر ونعمل سهم. طب اللي بعده عندما س بواحد ونعمل سهم، عندما س باتنين ونعمل سهم، عندما س بكام؟ بتلاتة ونعمل سهم. كده المستر جاهز. طب لما نيجي نحل بنحل فين؟ في الجنب اليمين فقط. طب اتنين س معناها اتنين في قيمة س اللي هنا صفر، وبعدين ننقص مين؟ وبعدين ننقص السبعة. يلا نطلع اجابتنا، اتنين في صفر بصفر ناقص سبعة يبقى الاجابة سالب سبعة. طب هل دي بتساوي سالب واحد؟ طبعا لا، يبقى فشلت، يبقى لا تحقق المعادلة. اللي بعده اتنين في واحد وبعدين ناقص سبعة، الاجابة هتطلع سالب خمسة، دي طبعا ما بتساويش سالب واحد، يبقى الاجابة لا تحقق. اللي بعده اتنين في اتنين ناقص سبعة، اتنين في اتنين باربعة ناقص سبعة يبقى ناقص تلاتة، ما بتساويش سالب واحد، فشلت ولا تحقق. اللي بعدها اتنين في تلاتة وبعدين ناقص سبعة هتطلع سالب واحد، الله دي شبه اجابته، يبقى دي بتحقق المعادلة. طب مين اللي نجحها؟ التلاتة. يبقى نيجي في الاخر نقول له عمه مجموعة الحل هتطلع المجموعة تلاتة، واللي فعلا مجموعة جزئية من مجموعية التعويض، واللي كان فيها اربع عناصر صفر واحد اتنين تلاتة. ونشوف سؤال اخر، اوجد مجموعة حل المتباينة برضو باستعمال مجموعة التعويض. يبقى لازم نجهز المسألة، هنقول عندما س بتساوي صفر، وبعدين عندما س بتساوي واحد نفس الاطباء القديمة، عندما س بتساوي اتنين، عندما س بتساوي تلاتة، ويلا نحل. بنحل فين؟ في الجنب اليمين، بدل السين صفر، صفر زائد اربعة يساوي اربعة، هل الاربعة اكبر من الخمسة؟ لا، يبقى نقول لعمه لا تحقق المتباينة. ناخد التاني، واحد زائد اربعة تطلع خمسة، هل الخمسة اكبر من الخمسة؟ لا، يبقى الاجابة لا تحقق. ناخد الاتنين، اتنين زائد اربعة هتطلع ستة، والحمد لله اكبر من الخمسة، يبقى دي نجحت تحقق المتباينة. تعالوا نجرب التلاتة، تلاتة زائد كام؟ زائد اربعة هتطلع سبعة، والسبعة اكبر من الخمسة، يبقى تحقق. وما تكونش قلقان لان المتباينة ممكن يطلع فيها اكتر من اجابة صحيحة، دي نجحت ودي نجحت. من سبب النجاح الاتنين والتلاتة، يبقى مجموعة الحل اتنين وتلاتة، واللي تعتبر مجموعة جزئية من مجموعة التعويض اللي هي صفر واحد اتنين تلاتة. كده خلصت المسألة. المجموعة اللي بعدها على مجموعة حل المعادلات، يلا نتذكر سوا، نبروز أسرة سين ونحط نقط، ويبقى العنوان مين يا شطار؟ سين من صاحب المكان 22، والزائد تبقى ناقص 22 ناقص 7 تبقى كام؟ 15، وال 15 تنتمي لط، يبقى نقول لعمه مجموعة الحل تطلع كام؟ 15، واللي هي مجموعة جزئية من ط. اللي بعدها حد لاحظ حاجة؟ لا في زائد ولا في ناقص، امال في ايه؟ في مضايقة من التمانية، يبقى نقول ايه؟ عد تمانية عد تمانية. طب وبعدين امشي امشي، اتبقى مين؟ السين، 32 عد تمانية فيها الاربعة، يبقى قيمة سين طلعت اربعة، والاجابة دي تنتمي لط، يبقى نقول لعمه مجموعة الحل بتساوي المجموعة اربعة. اللي بعدها في مضايقة للسين، من مين؟ من الاربعة ومن التلاتة، ولكن نتخلص من مين؟ من التلاتة الاول. ازاي؟ نبروز اسرة سين ونحط عليها نقط،
واللي احنا بروزناه هو ده العنوان. طب مين صاحب المكان؟ خلاص حفظنا، خلاص عرفنا، خلاص اتقنا ال23. وازاي التلاتة تبقى ناقص تلاتة؟ طب اطرحهم يطلع 20. مين من باقي السين؟ الاربعة على الاربعة على الاربعة. امشي امشي بقى السين بها على ده فيها الخمسة. طلعت قيمة سين كام؟ خمسة. والخمسة ما شاء الله جميلة جميلة لانها موجبة، يبقى تنتمي لطا. يبقى نقول لعمه مجموعة الحل في طا مقبولة وجميلة وتطلع المجموعة خمسة. سؤال ايه؟ سؤال هام جدا وبسيط وجميل. نجي للي بعدها، حل معادلات بس على مين؟ على المجموعة صاد. يلا على طول بطريقتنا المعتادة نبروز أسرة سين ويبقى العنوان سين، صاحب المكان ستة، والناقص 12 تبقى زائد 12. طب اجمع يبقى 18. ال 18 جميلة وأمورة تنتمي لصاد، يبقى نقول لعمه مجموعة الحل في صاد تطلع مين؟ ال 18، بس لازم قص مجموعة. اللي بعده نبروز أسرة سين ونحط عليها نقط، يبقى العنوان 2 سين، صاحب المكان سالب 9. طب والناقص 3 تبقى زائد 3، خسر 9 كسب 3، يبقى الفرق 6 للخسارة. مين اللي مضايقنا؟ الاثنين على الاثنين على الاثنين. امشي امشي بقى السين ده على ده سالب 3. جبنا قيمة مين؟ السين. تعالوا نختبرها ونمتحنها. السالب 3 حلوة وأمورة بالنسبة للصاد، يبقى تنتمي لصاد، يبقى مجموعة الحل في صاد نحط السالب 3، وما تنساش قوس المجموعة. اللي بعده المسألة الصعبة. ليه صعبة؟ لأن السين ثابت مكانها على الطرف اليمين وجاب جوه. طب ما تيجي يا مستر أقول له على عنينا على دماغنا، بس لما تعمل برواز تعمله بالإشارة السالبة ونحط النقط، نبروز أسرة سين بإشارتها ويبقى العنوان مين؟ سالب 2 سين. من صاحب المكان؟ التسعة. التلاتة دي تعتبر موجبة، يبقى هنا ناقص 3، 9 ناقص 3 6. من اللي مضايق السين؟ السالب 2 على سالب 2 على سالب 2. ونعمل ايه؟ امشي امشي بقى السين ده على ده سالب 3، يبقى قيمة السين طلعت كام؟ سالب 3. تعالوا نختبرها ونمتحنها. هي سالب بس تنتمي للصاد، يبقى نقول لعمه مجموعة الحل في مجموعة صاد هتطلع الإجابة كام؟ سالب 3. ودي من المسائل المهمة والصعبة واللي بتغلط بسبب وجود السين في النص وبسبب الإشارة السالبة. اللي بعده عايز حل متباينات بس في طه. يلا على طول نبروز أسرة سين ونحط النقط. مين صاحب العنوان؟ السين. والعلامة زي ما هي. صاحب المكان السبعة زائد 3 تروح الناحية التانية تبقى ناقص 3. هنسيب السين ونسيب العلامة، وسبعة ناقص 3 4. فاضل لي مين؟ أجيب مجموعة الحل. نجيبها إزاي؟ نسأل نفسنا مين اللي أصغر من الأربعة مباشرة؟ التلاتة، الاتنين، الواحد، الصفر. ولحظة تأني نلاقي مين؟ السؤال على طه، مادام طه يبقى آخر الصفر. اللي بعده متباينة تانية، نبروز أسرة سين ونحط عليها نقط، واللي احنا بروزناه هو ده العنوان. صاحب المكان الخمسة، سيبنا العلامة زي ما هي وكمان الخمسة هي هي. الزائد واحد يروح رحلة يبقى ناقص واحد. ننزل سطر جديد، اتنين سين ودي العلامة، خمسة ناقص واحد اربعة. من اللي مضايقنا؟ الاتنين على الاتنين على الاتنين. امشي امشي بقى السين والعلامة زي ما هي، واربعة على الاتنين فيها الكام؟ فيها الاتنين. فضل مين؟ نجيب مجموعة الحل في ط. هنفتح قوس مجموعة، نبدأ بمين؟ بالاتنين. مين الأصغر؟ الواحد، وبعدين الصفر. ولحظة تأني الكلام ده فين؟ في ط، زي ما كانت الأولى في ط، برضو التانية فين؟ في ط. يبقى نكتفي بالوقوف عند الصفر. السؤال الأخير معانا، اوجد مجموعة حل المعادلات الآتية. يلا نشوف المتباينة الأولى. لاحظنا إيه؟
أسرة سين ما جاتش على الطرف، أمال إيه جت فين؟ إيه جت في النص، يبقى نبروز أسرة سين، بس الشطارة، بس المهارة، بس الدقة والإتقان تبروزها بإشارتها السالبة، ونحط النقط، ويبقى العنوان بتاعي سالب 8 سين، والعلامة زي ما هي، صاحب الموقع والمكان والعنوان 33، الواحد ده موجب خلي بالك، يبقى ناقص واحد، نسيب مين؟ سالب 8 سين، وادي العلامة، دي ناقص دي 32، من اللي مضايق السين؟ السالب 8، هنعمل ايه؟ هنقسم هنا على سالب 8، ونقسم هنا على سالب 8، نعمل ايه؟ نحذف دي مع دي، يتبقى مين؟ يتبقى السين، يجي ولد يقول ايه؟ والعلامة زي ما هي، اقول له إلا الحالة دي، اشمعنى؟ هنقلب الأصغر دي لأكبر، إمتى الكلام ده نعمله؟ لو قسمت تحت على عدد سالب، لو بقسم على الموجب ماشي، لو بقسم على السالب لأ، ونطلع الإجابة 32 على 8 فيها الأربعة ونسيب السالب، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، أنا أكتب لك جنبها أهو نقطة هامة جدا، ايه هي؟ لما نقسم على عدد سالب تغير اتجاه الاشارة، الكلام ده فين؟ في المتباينات فقط، لان المعادلة كده ولا كده يساوي، نجيب بقى مجموعة الحل، الكلام ده فين؟ في صاد، مين الاعداد؟ الاكبر من سالب 4، الاكبر من سالب 4 سالب 3 وسالب 2 وسالب 1 وصفر وهكذا، لان دي صاد الام. خلي بالك سؤال مهم، اخر مسألة معانا يا اولاد، نبروز اسرة سين ونحط نقط، يبقى العنوان 2 سين، وادي العلامة، صاحب المكان 5، الناقص 3 تبقى زائد 3، ادي ال 2 سين، وادي العلامة 8، من اللي مضايق السين؟ ال 2، على 2 على 2، امشي امشي، اتبقى السين والعلامة زي ما هي، وتمانية على الاتنين فيها الاربعة، فاضل مين؟ اجيب مجموعة الحل. بالنسبة للصاد، مين الاصغر من الاربعة؟ تلاتة، اتنين، واحد، صفر، سالب واحد، ونكمل، لانها صاد الام، فما فيش مشكلة في الاعداد السالبة، السؤالين كانوا في صاد، شريحة مهمة جدا جدا، خلي بالك من النقطة دي، اقول لك خلي بالك وكتبت لك عليها نقطة هامة جدا، ولو جت في الامتحان بتغلط الولاد، لانه لو ما غيرش اتجاه العلامة اجابته اللي هي مجموعة الحل هتختلف وتبقى خطأ. بكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة مين؟ التمارين العامة على الوحدة الثانية، واللي خدناها جزئية جزئية وسؤال سؤال من أسئلة الكتاب المدرسي الطبعة الجديدة. يا رب يا ولاد الحلقة تكون عجبتك، ومش عايزة تعجبك وبس، ده أنا عايزك تحل بإيدك، وأي سؤال أو استفسار ابعته بإذن الله نرد عليك، ولو عجبتك الحلقة على طول اوعى توقفها عندك، شير في الخير لحلقات السكولة، وسبسكرايب لقناة السكولة، ولايك وشير، ومع مستر حامد البيومي بإذن الله انتوا دايما على خير.